السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا لماذا وين نقولوا كيفاش انت باش البرازيل، يعني حنا كنا نقولوا برازيل ما جا المنتخب منزول بالسماء ولا بصح رانا نهضروا في الرياضة، يعني برازيل باش يقبل لك يجي يلعب لك، يعني شحال جا من خطر برازيل لافريك، انا جا خطره برك واقيلا خطره ولا هذه خطره الزوجه بالك، خلينا من الكوب دي موند اللي جا لعب في جنوب افريقيا. انا هضروا منتخب جا لهنا صح، جا لهنا عندنا لهنا صح، جاب ثلاث خطرات، يعني هذه خطرته الثالثه اللي دخل فيها لافريك، هذه هي. بصح اليوم الامور تتبدل، كلشي تبدل، كلشي تبدلت، كلشي من كلشي من وين المنتخب يعني باش قبل بيك يجي يلعب معاك في افريقيا بسبب لماذا؟ لاعبين تاع ريال مدريد، لاعبين تاع فلامينغو اللي عطاو صوره، يعني علاه نقول لك بلي التنظيم كاس افريقيا كاس العالم كاس منا كاس انديه كاس منا هذو، يعني سورتو كاس كاس الانديه كاس العالم الانديه وين عطات نظره. دونك يجيك فلامينغو، جاتك ريال مدريد، يجيك منا يجيك منا، يعني وين اللعابه وين يتشوقوا باش يعاودوا يجوا باش يعاودوا يولوا المغرب، يعني مام لونترينات كوش مشاوره بيناتهم يعيطوا للعابه تاع اللعابه تاع ريال مدريد، اللعابه تاع فلامينغو، المسؤولين تاع فلامينغو، يا درا كي داير الاجواء كي دايره منا لي ستاد التدريبات، غادي الاولى يقولوا لهم، يقولوا لهم على تاع المركب تاع محمد السادس صحيح، يقول لهم يا ودي روحوا غادي تنخلعوا، روحوا غادي تنخلعوا، روحوا هذا مكان. باش يجيك نيمار نتايا، نيمار الصفحة تاعو نتايا يتصور لك في، يتصوروا لك نتايا في المركب تاع محمد السادس، يعني يتصور لك غادي غادي يشوف الموند كامل. لا واش التسويق كي داير؟ التسويق كي داير؟ راك تشوف التسويق كي داير؟ شو التسويق كي داير؟ وين رئيس جميع، وين رئيس الاتحاد كرة القدم البرازيلية وين يصرح لقد اخترنا خصم قوي واستشرنا لاعبين، شو مش انا هدرتها، شو يقول لك؟ نجيب لك انا، نجيب لك الناس كيفاش؟ قال لك استشرنا بعض اللاعبين والمسؤولين في فلامينغو ولاعبين في ريال مدريد برازيليين، وين اعطونا صوره جميله على الملعب المغرب وعلى المغرب خاصة، قال لك عامة على المغرب كيفاش الأجواء، كيفاش كيفاش لي زوتيل، الخدمة، طعم 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 طعم، يعني وين قال لك حتى وين نيمار، وين وين استاشر، وين عيط لصحابه، يعني عيط صحابه وتكلموا، يعني ماشي أنا هدرت ولا وين، راه داير راه داير بيان. وقال رئيس الجامعة، رئيس الاتحاد كرة القدم البرازيلية لكرة القدم أندري وين رودريغيز، يعني هذه البداية جيدة لكرة القدم البرازيلية، واخترنا خصم قوي وهو المغرب الذي بلغ نصف النهائي مونديال، وفيما لم يعني تعين الجامعة البرازيلية بديل لتيتي الذي ترك المنتخب بعد توليه الإشراف عليه بين 2016 و2022 ونفى شائعات تعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكشف أن رامون يعني صاحب 50 عام مدرب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤول مؤقت عن البرازيل في الرحلة إلى المغرب، وانتظر المنتخب المغربي حتى عام 1997 لمواجهة أولى ضد البرازيل والتحديد في يعني في مباراة دولية ودية، قدم عرض يعني جيد قبل أن يسقط بهدفين لنظيفين في الدقائق العشر الأخيرة، سجلهما دينيسيو في الدقيقة 88 بعدما يعني بسنة واحدة التقى المنتخبين في الدور المجموعات في مونديال فرنسا 1998، والمفارقة أقيمت المباراة في مدينة يعني لورد الذي دفع والتي دفع عن ألوانها المدرب المغرب آنذاك الفرنسي ميشيل، حقق المنتخب البرازيلي فوز سهل بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيل كل من ريفاردو
يعني من جهتي وين أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستخوض ودية ثانية مع البيرو في مدريد في 28 مارس. قال في بيان يعني تونس التوهج يعني كرة القدم المغربية وجماهيرها التي أصبحت محط إشادة عالمية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر. وأرتت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن يكون أول ظهور للأسود الأطلس أمام جماهيره بالمغرب في مباراة ودية دولية أمام منتخب يعني عالمي مصنف الأول عالميا بملعب الكبير بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على الساعة 10 ليلا. تابع بعد ذلك سيتوجه المنتخب المغربي إلى إسبانيا حيث سيواجه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة ودية ثانية لمنتخب البيرو على أرضية الملعب يعني سانتياغو برنابيو بمدينة مدريد على الساعة 9:30 ليلا بتوقيت المحلي. يا خويا بصحتكم تستاهل بصحتكم والله لا تستاهل لا يعطيكم الصحة يعني وين راه وين راه لا يعطيكم الصحة تستاهلوا خدمتوا لا لا غادي نقول لكم يعني تستاهلوا سبحان الله غادي نقول لكم لا ولا من لا لا تستاهلوها تستاهلوا خير على الخير بالتالي كاع وعاد حنا رياضيين انا نعرف كرة القدم انا فرحان انا ما نكذبش عليكم 25 مارس العشرة تاع الليل غادي يتفرجوها يعني المنتخب الوطني الجزائري يلعب وهم يلعبوا العشرة غادي يتفرجوها نقول وحنا نتفرجوها غادي تفرجها في دارك غادي تفرجها تفرجها نورمال عادي تشوف تشلل عينك تشوف سبحان الله غادي جمهور يعني جمهور يعني حاجة في بلاي شابة كاع احتفال شباب شوف كيفاش ها احتفالات كيجو احتفال تعريف ببلادهم وتزيد منك عشان إلى برازيل غادي الموند غادي يشوفها سوا إيش غادي يشوفوها ولا موند يشوفك تايا مش كيما النيجر النيجر حنا غادي يشوفوها بصح هما غادي يلموا مع البرازيل غادي حاجة كبيرة كاع هذه هي وين نقولوا بلي المنتخب يعني المنتخب المغربي وين منتخب مغربي راح نقولوا بلي ما شاء الله عليهم منتخب عالمي منتخب ناس لي خدمت 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 الله يعطيهم الصحة خدموا خدموا وان شاء الله بربي حنايا نديروا كيما هما نعاندوهم ولا واحد من الناس تمنى له الخير خوك مغربي تمنى له الخير تمنى له من الخير تونس تمنى له الخير تقول لي تونس نقول لك تمنى له الخير جا جارك الى جارك انظر انت تنظر وإلا جعلك فرح انت غادي تفرح منه معاه انا المغرب كي فرحوا حنا فرحنا معاهم توانسه نهار اللي ربحوا فرنسا انا فرحت معاهم حنا نهار اللي ربحنا 2014 مغاربه فرحوا معنا 2010 فرحوا معنا 2019 فرحوا معنا خاطر راه جعلك يفرح كيما انت تفرح ونفرح كيما هو يفرح ان شاء الله بربي نديروا كيما هما كيما راهم دايرين هما نديروا حدايا يعني منافسه شريفه تشوف هما يصنعوا سطاد حنا نصنعوا سطاد طاف 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 رانا متعاندين لازم بانيك تعاندنا في منتخب بزاف صوالح يجب ان بانيك لازم نعاندو كيف هما عندهم منتخب يعني عالمي وحنا ما عندناش منتخب عالمي ما راش عندنا منتخب عالمي ما راش عندك وعلاش ما تستعرف بالحقيقة هذه انا ما تستعرف بالحقيقة انا نقول لكم نعاود لكم يعني يجب خروج من هذا النوع القوقعة اللي راكم فيها تاع الخيال تاع الخيال خيال على بالكم راكم في الخيال لازم تخرجوا للحقيقة باللي انت راك يعني في الطريق الصواب لازم تخرج للحقيقة هذه هي انت باش تدبر ماتش مع لهنا في لافريك مع المالي غينيا مع افريقيا الوسطى مع موريتانيا وكلش تبحلك رجالة جايبت لك البرازيل وانت مع باش تدبر ماتش رامي يكون لهنا تبحلك تودي تقارع ارجع 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 بطلوا لنا ما بطلوا الناس بطلوا جايين ماشي جايين مش كيما هكا مش كيما هكا هذه هي يجب العمل يجب العمل والصرامة يعني والو كزعق كاس تسامح تسامح مكاش ما تنجح ما تسامحش هذه اللي نعرف عليه
تسامح هذا وتفوت هكا ما دير والو خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.